صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا والله خير الماكرين فيه أن الله تعالى يمكر، فهل هذا دليل على أن صفة المكر ليست صفة سيئة على إطلاقها؟ المكر هو إيصال العقوبة على وجه لا يشعر به الإنسان، هو إيصال العقوبة والمكروه إلى الإنسان بحيث لا يشعر بذلك، فإن كان هذا بحق فهو مكر محمود وهذا هو المنسوب إلى الله عز وجل، وإن كان ذلك بالباطل فهذا مكر مذموم وهذا هو المكر المنهي عنه. نعم.